وللحديث عن الدعوات للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات الثلاثاء القادم احتجاجا على استمرار اغتيال الناشطين في العراق، ينضم إلينا من بغداد الناشط في التظاهرات عباس السلطاني. أهلا بك معنا سيد عباس. تحياتي لك أستاذ العزيز والكادر المترددين جميعا. أهلا بك سيد عباس، ما هو الهدف بداية من التظاهرات التي تدعونا للخروج بها يوم 25 من الشهر الحالي، وما هي أهميتها في هذا التوقيت؟ أستاذ العزيز، طبعا احنا بعون الله طالعين يوم الثلاثاء ان شاء الله لعدة نقاط. النقطة الأولى خارجين حتى نثبت للحكومة، لأن الحكومة ظن قوتها انه ثورة تشرين انتهت. فاحنا بالنقطة الأولى خارجين حتى نشوفهم بأنه ثورة تشرين باقية وثورة تشرين ما انتهت. ثانيا نريد نقولهم عمليات الاغتيال اللي تسووها للناشطين وكل اللي تسووه هذا ما راح يفيدكم، لان احنا نازلين ان شاء الله. والنقطه الثانيه نازلين للخلاص من المنظومه السياسيه برمتها، يعني نريد هاي نزلتنا ان شاء الله، نريد نخلص من المنظومه السياسيه من الفهم الى ياهم. لانه بهذا الوقت يعني انت وكل الناس عارفين استاذ العزيز انه الحكومه والاحزاب الموجوده السياسيه هي يعني ما توقف عن عمليات الاغتيال، يعني مصرين على اغتيال الناشطين، وبنفس الوقت الناشطين والثوار مصرين على عدم الرجوع الى تحقيق المطالب. الثلاثة أستاذ العزيز، من خلال منبركم الكريم أحب أن أوجه رسالة للشعب بالذات، يعني لأنه أحب أقول للشعب يا شعب كافي سكوت وكافي خنوع، يعني أريد سبب واحد من الشعب العراقي أنه يقول لي ليه ساكت بعد كل هذا الظلم، بعد كل هذا الجور، بعد كل هذه الاغتيالات للناشطين والصحفيين والإعلاميين، يعني شنو ساكتين؟ زين، فأحب أقول للشعب يا شعب والله إذا ما راح تطلع ويانا وما تدعم ثورتنا زين، فراح تكون لا تقول أنا الضحية، راح تكون أنت المشارك، أنت المشارك كل جرائم الأحزاب السياسية من 18 سنة، لأن سكوتك على الأحزاب وعلى ما يفعلوا بالثوار وبالشعب العراقي، فأنت راح تكون مشارك بالعملية السياسية وبكل جرائم العملية السياسية مشارك يا شعب. ولكن ادعو الشعب العراقي ان شاء الله، وعندنا امل بالشعب العراقي وشعب غيور وله تاريخه، ان شاء الله نطلع طلعه واحده ونثور عليهم ونخلص من كل السياسيين والاحزاب اللي صاروا 18 سنه لعبت ما لعبت في العراق. نعم سيد عباس، يعني هنا السؤال، هل تتوقعون استجابه واسعه لدعوتكم هذه، خاصه في ظل محاوله الاحزاب كما ذكرت الاحزاب السياسيه واد اي محاوله للتظاهر او ارجاع روح الثوره في العراق؟ أستاذ العزيز صدقني الثورة باقية وروح الثورة باقي، وإحنا مثل ما يقول إحنا شو وقت نريد إنه إحنا ننزل، ولكن إحنا نطيناهم هاي الفترة كلها من بعد ما رفعنا الخيام من ساحات التظاهر، نطيناهم فرصة أخرى، قلنا لعل ولعسى إنه حققوا لنا مطالبنا، ولكن الظاهر هم مصرين على إنه يقومون بعمليات الخلاص من الثوار. يعني احنا نشوف يوميه ناشط، يوميه اعلامي، يوميه ثائر يتخلصون منهم، ولكن ما راح يتخلصون، يعني مهما كان اذا ايهاب الوزني راح راح يطلع الف ايهاب، اذا طائي راح يطلع الف طائي، وما راح نكت الى ان نحقق مطالبنا ونزيل العمليه السياسيه كلها ان شاء الله. نعم، ماذا تعني عوده دخول بغداد على خط التظاهرات، وبماذا تفسر محاوله الاحزاب لربما تحييد بغداد بالذات عن المشهد؟ استاذ العزيز، المحافظات من فتره وخاصه اطفالنا بالناصريه والنجف والبصره وبابل، يعني طالعين صار فتره هم اللي يحتاجون، يعني نريد بس نقولهم طلعونا قتله المتظاهرين، طلعونا قتله الاعلاميين، ليش ما تطلعونا قتله الاعلاميين؟ يعني بس مجرد وعود كاذبه بالنسبه للكاظمي، يوميه وعود كاذبه.
يعني يحاول انه يخدر الشعبي او يحاول انه يخدر الثوار. وبغداد بالنسبه لبغداد بالذات يعني اكيد لازم تطلع سامي العزيز، بغداد حاله حال كل محافظه، يعني احنا اذا طلعت المحافظات وبغداد ان المعيد ان بغداد تركع على كل هالظلم هذا. فصار باتفاق القياس كلها من ثوار تشرين كل محافظاتها المنتفضه انه حددنا موعد وان شاء الله ثوارنا من كل المحافظات همنا قادم لبغداد حتى راويهم انه ثوره تشرين هي باقيه. وهم اكيد مرعوبين من عندنا ويحاولون بشتى الوسائل انه يتخلصون من عندنا، ولكن هذا هيهات هيهات، ثوره تشرين باقيه وثوار تشرين باقين ان شاء الله. نعم، المتظاهرون يصرون على محاسبه قتلة الناشطين والمتظاهرين. باعتقادك هل الحكومه باتت اليوم عاجزه عن الوصول الى القتلة ام ان دورها لربما يكون اكثر من ذلك الى حد التواطؤ مع هؤلاء القتلة؟ والله استاذ العزيز سبق وان قلت لكم وعندي اكثر من لقاء وياكم انه الكاظمي وحكومته هم مشاركين مشاركه فعاله مع الاحزاب. يعني ما ممكن انه الاحزاب تقوم بهاي العمليات الاغتيالات كلها من سنين والحكومه ما تقدر تظهر، لا الحكومه تقدر تظهر قتلت المتظاهرين، وهي تعرف كل زين منه قتلت المتظاهرين. ولكن الحكومه هي مو عاجزه. لا هي مو عاجزه، هي تقدر ولكن باتفاق مع الاحزاب، اكيد عندها اتفاق مبرم مع الاحزاب انه يا احزاب قوم باعمال الارهابيه واحنا ظهر الك واحنا سند الك وخلي الثوار يظلون يطالبون وما راح نحقق لهم اللي يريدوه. فالحكومه يا استاذ العزيز الحكومه هي احد الركائز للاحزاب، الركائز الداعم للاحزاب قتل المتظاهرين والناشطين والاعلاميين. نعم إذن من بغداد كنت معنا الناشط في تظاهرات عباس السلطاني، شكرا جزيلا لك.